نفي وإثبات كفر وإيمان، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. طيب، ومقتضى شهادة أن محمدا عبد رسوله ماذا؟ مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر ولا استثني شيء، وتصديق نصدق ولا نكذب شيء، وتصدق فيما أخبر، واجتناب يعني تجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب وأنت في جانب آخر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا نأتي بعبادة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا وقعنا في البدعة. طيب، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله، الذي لا يأتي بهذه الشروط لا تنفع لا إله إلا الله. فشروط لا إله شروط ثمانية، من يعرفها؟ ما شاء الله، خلاص يا أخوان استغفر، ما حد يعني يتكلم عندكم. نعم نعم، هات السبعة، أنا أجيب الثامن. العلم، ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ يعني تعلم معنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول، العلم يعني بمعنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. قدم قدم، لا تتكلم أستاذ، تقدم أنت حتى لا أكلمك. العلم وضد العلم الجهل، يكون جاهل بمعنى لا إله إلا الله فلا تنفع لا إله إلا الله. الثاني القبول، وضد الرد، إذا لابد أن يقبل كل ما جاء عن الله ولا يرد حرف واحد. نعم، وبعده اليقين، وضد هذا الشك، فلو شك ولو 1% في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أو شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد أو رسول لا كذب عليه الصلاة والسلام، هذا ليس موحد أصلا. نعم، الصدق، ما معنى الصدق في لا إله إلا الله؟ أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله. المنافق الآن نسأل الله السلامة والعافية، المنافق نفاق أكبر، نفاق اعتقادي، كاذب في قول لا إله إلا الله، لابد أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله، لا كاذب. نعم، الإخلاص، وضد هذا الشرك. إذن عندنا إشكال كبير جدا وهو الشرك، لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. فقد يقول لا إله إلا الله ويذبح للصنم، يذبح للقبر، ما تنفعه. عندي سؤال، هل الرياء في الصدقة كالرياء في لا إله إلا الله؟ لا، اللي يعرف يرفع أصبعه. هل الرياء في الصدقة راء في الصدقة؟ هل الرياء في الصدقة كالرياء في لا إله إلا الله؟ نعم، هذا رياء وهذا رياء، والرياء شرك أصغر هنا وشرك أصغر هنا، صحيح؟ خطأ. لماذا خطأ؟ الرياء لو رأى في لا إله إلا الله، بعد الدرس، لو رأى في لا إله إلا الله هذا ما دخل في الدين أصلا، لكن لو رأى في الصدقة شرك أصغر. إذن هنا شرك أكبر وهنا شرك أكبر، هنا شرك أكبر وهنا شرك أصغر. طيب، نعم، الانقياد، إذن لابد من عمل، وضد الترك. نعم، المحبة، يحب من؟ يحب الله، ولا يحب أحد كائنا من كان مع الله، محبة مساوية. طيب، أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصالحين والموحدين وغيرهم؟ هؤلاء محبتهم تحت محبة الله، مفهوم؟ طيب، المحبة وضد هذا البغض، وسوف يأتي معنا في نواقض الإسلام، يقول من أبغض شيء قليل أو كثير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر، يصلي لكن يبغض الصلاة، كافر. نعم، الثامن الكفر بمعبد من دون الله، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله ركن الشهادة، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، مفهوم؟ نعم. طيب، نعم، الثاني أركان الإسلام. نعم، أركان الصلاة، إقامة الصلاة، أي صلاة؟ سؤال لك، صلاة الصبح والفجر والعصر. نعم، كم؟ لا أحد يتكلم يا أخوانا، الصلاة المفروضة الخمس، هذه الصلوات
لابد أن تؤدى جماعة على الرجال البالغين. أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة. شيخ الإسلام ما يرى هذا، يرى أكثر من هذا، يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. يعني لو صلى هذا معنى كلام شيخ الإسلام، لو صلى هذا في بيته وهو بالغ عاقل ذكر بدون عذر فصلاته باطلة لا تقبل. أي نعم، هذا رأي شيخ الإسلام. طيب سؤال، الذي يقول على طريقة السلف، ماذا كان يقول السلف في من يتخلف عن صلاة الجماعة؟ منافق ظاهر النفاق، كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني يحمل لا يستطيع السير على رجلين، يهادى به بين الرجلين، قال ولا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق. صلاة الجماعة أخواننا، الآن لو تعد في صلاة الفجر ممن هم طلاب علم إلا من رحم الله، كيف ما يقبل التخلف عن صلاة الجماعة إلا أعذار ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. هل كان السلف يتركون صلاة الجماعة؟ ما تسمع أشياء عجب يعني عن السلف في المحافظة على صلاة الجماعة. طيب صلاة المفروض الخمس، نعم يا أخي. الثالث إيتاء الزكاة، نعم. الرابع صوم رمضان. والخامس نعم. طيب الله يبلغنا وإياكم. هذا ما يتعلق طيب بشيء الإسلام. من يذكر لي أركان الإيمان كم هي؟ 5 أو 6 أو 8؟ نعم، كم هي؟ نعد، يلا بسم الله. أن تؤمن بالله، ما يصلح، لازم ترتب. نعم يا بطل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا يدق جواله، خليه يعطينا الجوال. جوالك ابحث عنه أبو أنس، خلنا ناخذ الجوال. ما يضر، اغلقه الآن، اغلقه اغلقه. إخواننا هذه الدقات الموسيقى مشكلة ترى، لعله أخطأ ولا كذا، ما في إشكال، هي تحدث. اشتريت أنا يوم من الأيام جهاز نوكيا، أيام كان النوكيا ما شاء الله. المهم اشتريت الجهاز ووضعته على الصامت ودخلت لصلاة الجمعة، وأنا في الصلاة أسمع موسيقى صاخبة. فالمهم وأنا أقول سبحان الله، هذا يا أخي كيف داخل الجمعة بهذه الموسيقى؟ والصوت يقوى يقوى له في جيبي. مبرمج من الشركة، الصامت كان وضعنا على الموسيقى، الله المستعان. فيعني لا إشكال. طيب آخر مرة، ترى نسحب بعد هذا لو دق. طيب أن تؤمن بالله، 6 أركان 6، نعم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر الخير والشر. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هو الإيمان؟ لو قال لك قائل ما هو الإيمان، ما تعرف الإيمان عند أهل السنة؟ هل أنت مؤمن؟ كيف أكون مؤمن؟ الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور 5. إذا اختل واحد من هذه الأمور الضوابط 5 في التعريف، هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة. مفهوم؟ تعيد بإذن الله عليه هذا التعريف. قول باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح. أو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، لكن أحسن قل عمل القلب والجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول عمل اعتقاد يزيد وينقص. هذه الأشياء أخواننا لابد أن تكون محفوظة عندك، مثل اسمك. والله لو تنسى اسمك ما في إشكال، لكن تنسى الإيمان إشكال كبير. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان فعلها قول لا إله إلا الله، وأدناها على عمل الجوارح، والحياة عمل القلب، أيكم زادته هذه إيمانه، هذا يزيد، وإذا كان يزيد ينقص.
كم ضابط؟ خمس ضوابط. عندي أسئلة على التعريف. يقول بلسانه، يعني يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكن ما يعتقد بقلبه. ماذا نسمي الذي يعرف يرفع؟ ترى آخر مرة اللي يتكلم دون أن يرفع أصبع أبو أنس قلنا لك شبع صيشة. نعم يا أخي، منافق نفاق أكبر. طيب سؤال ثاني، يقول يعتقد بقلبه، يعتقد بقلبه، يعتقد التوحيد وأن محمد عبد رسول، يعتقد لكن ما يقول بلسانه، مؤمن أم لا؟ ما يقول بلسانه لكن يعتقد بقلبه. أنا لا أدري، مؤمن كافر، واحد من اثنين. سبحان الله، أقول يعتقد بقلبه يا رجل، يعتقد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرسول، يعتقد أنواع التوحيد، يعتقد الإيمان، يعتقد كل الشريعة، لكن ما يقول بلسانه. سبحان الله، من يخالفه؟ كافر يقول، نعوذ بالله. نعم، كافر مسلم، مسلم كافر، مسلم، اختلف العلماء، كافر كافر. شفت خالفه كله؟ لا شك في كفره. أئمة الكفر على هذا، تعرف أئمة الكفر على هذا؟ أعطيك أمثلة. فرعون على هذا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أبو طالب على هذا، أئمة الكفر يعتقدوا وكمان صرحوا بألسنتهم. صحيح؟ نعم. قلنا في التعريف لابد في الإيمان من أمور خمسة، ما صرح بلسانه كافر ولا شك في كفره. طيب، قول باللسان، لابد قول باللسان، ما يقول لا إله إلا الله. طيب، إذن فرعون مسلم، وأبو جهل مسلم، وأبو طالب مسلم، وإبليس مسلم، إبليس معتقد، أي نعم، وعمل كفار، كان عندهم شيء من الأعمال لله ومن العبادات لله، والله أسلموا، أعوذ بالله. طيب، هو الإشكال في هذه الأيام، حتى من يشكك في كفر إبليس موجود في هذه الأيام، هذا بعد هذا قال لا داعي لندرس الناس التوحيد، يشكك في إبليس، أي نعم. طيب، إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بعد هذا، وين هو اللي أذكر لنا؟ نعم، المرتبة الثالثة، الإسلام والإيمان. نعم، الإحسان. الإحسان ركن واحد، وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. إن لم تصل إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج على المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة. مرة أخرى، الإحسان ركن واحد، وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. طيب، أنواع الشرك كم؟ لو قال لك إنسان هل أنت مشرك؟ تقول لا، أعوذ بالله. قال ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك وتتبرأ منه؟ تقول لا أدري. أقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت ما تدري. وكيف يحرم الله عليك شيء وأنت لا تعرفه؟ صح؟ أي نعم. يقول لك هذا، يقول عندك مخالفات مرورية؟ تقول لا، لابد. عندما تقول لا أنت تعرف مخالفات، صحيح؟ أي نعم. كيف بالشرك؟ أهم ما عليك معرفته، معرفة التوحيد، معرفة الشرك حتى لا تقع فيه. فكم أنواع الشرك؟ أنواع الشرك، شرك أكبر وشرك أصغر، الحمد لله. طيب، من يذكر لي مثال واحد على الشرك الأكبر؟ مثال واحد. نعم، الاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مخرج من الملة، استهزاء بالدين. الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد
يكون احيانا شرك اكبر، لكن الاصل فيه ان الشرك اصغر. الاشراك بالله، لكن اشراك اي اشراك؟ احنا قلنا الشرك، تقول الشرك هو الاشراك. اعطينا مثال على الاشراك بالله يا رجل. نعم، الذبح لا تكلم يا شيخ، الذبح لغير الله اي ذبح؟ هذا يذبح لانه جزار يبيع اللحم، هكذا قل الذبح للجن لاصحاب القبور، الذبح لغير الله محبه وتعظيما. نعم، فتح الله عليك. ذبح يا اخي، ريح نفسك، كل عباده تصرف لغير الله فهذا شرك اكبر. كل عباده، الذبح، النذر، الخوف، الرجاء، التوكل، الصلاة، الصيام، كل العبادات، وارتاح. هذه أمثلة على الشرك الأكبر، ألف مثال، مفهوم؟ طيب، وأمثلة على الشرك الأصغر، حلف بغير الله، الرياء، قول ما شاء الله وشئت. طيب، عندنا أيضا شرك خفي. الشرك الخفي أحيانا يكون أكبر، مثل النفاق الاعتقادي، المنافق نفاق اعتقادي شرك، وشرك خفي لكنه أكبر. والرياء شرك خفي لكنه أصغر. طيب، نراجع لما أخذنا ثم يعني بعدين نتفاهم عن الدرس الثاني. فكل واحد منكم يذكر لي فائدة، نبدأ باليمين. فائدة استفدناها اليوم، أن الناس أنا قسم الناس تجاه حفظ القرآن لطرفين وسط، والمتبع حقا للسلف لابد أن يحفظ في كل يوم لزاما عليه إذا كان على السلف، على طريق السلف، وفي كل يوم ينظر في تفسير هذه الآيات واستعين بالله على العمل. وأقل ما يقرأ في التفسير الفاتحة من الضحى للناس، وتفسير الإمام بن سعدي عبد الرحمن عبد الناصر بن سعدي، لأنه تفسير مختصر واضح، وألف هذا التفسير حتى نعمل بالقرآن.